لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الصيف كرة إلى الأمام، محاولة خطيرة جدا لمصلحة ليفربول، وركلة جزاء أولى، ركلة جزاء. سولانك ينطلق، يتوغل، يسقط، ودومونيك السادسة يتقدم من نور، ولكن مارتين يتصدى. ممتاز الإسباني، ممتاز، ردة فعل رائعة من جانب دافيد مارتن لكرة جات من عن طريق الجانب الأيسر. ألبرتو يلعب الكرة العرضية ولكن تصل باتجاه كلاين، كلاين في الجهة اليمنى، ويد بورن الكرة العرضية ولكن بعيد. الكرة جزاء باتجاه ويليامز، يلعبها عرضية، أرضية ولكن بوبي بأكملها يتراجع. هذه كرة عرضية متابعة ولكن تلعب عرضية إلى القائمة الثانية، محاولة تتخلص من جانب الدفاع، يقف على كرة بازل يحاول يلعبها عرضية، سولاك بالرأس ولكن كرته بتعدي وتمر بسلام إلى خارج أرضية الملعب، إلى كرة عند جيمس ميلنر يلعبها عرضية بالرأس لكن وين، بعيدة من كلاين. الكرة بتعدي إلى خارج عند روبرتو ومورينو، محاولة وكرة من ووتبورن عند مارتن بجورة، يلعب كرة طويلة عالية إلى الأمام، كرة فيها سقوط في الإباوكو، يلعبها إلى لا والكرة العرضية ولكن على المركز طبعا الرابع في كأس العالم. هذه محاولة قود، هذه محاولة، كرة في الجهة اليسرى عرضية وتغطية من جانب الدفاع، لمسة إلى آدم لالانا، تسويبة وتسلل نعم على كرة فيها لمسة إلى الأمام خطيرة جدا لبلاكبيرن ولكن سهلة. كرة تلعب نحو المرمى ولكن بتعدي، جاءت قريبة الكرة الأخيرة من مرمى ليفربول ولكن كرة إيفانس إلى لوريس كاريوس في اللقطة الأخيرة. هذه محاولة، كرة بالرأس سهلة، تصل باتجاه أخيرة من دوك في الجهة اليسرى، كرة عرضية ولكن موسم ثاني قادما من نادي بول. كلان يحاول، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قوية ولكن بعيدة الكرة الأخيرة، يقتحم منطقة الجزاء دومونيك، عرضية ولالانا والمدافع بلاندن. هذه محاولة، كرة خطيرة جدا، آدم لالانا حطها ولكن العارضة الأول شاهد هنا، كرة آدم لالانا يحاول تسجيل الأهداف هذه المواجهة، كرة عرضية ماتيب، تغطية ممتاز ماتيب، يحاول هذا أوجو أمام منطقة الجزاء يلعبها ولكن بعيد الكرة. دوري الأمم الأوروبية هنا، محاولة كرة خطيرة جدا أمام المنطقة قوية، جونز بكايتا، نابي يحاول، دانييل استلم، ستوريج قوية، جميلة كرة دانييل، زاحفة مرت بمحاذاة، يلعبها إلى دانييل، غير معقول كرة ستوريج فعل كل شيء في اللقطة، المبالغ العالية التي تصرف هنا، محاولة كرة قوية تعلن عن تقدم ليفربول، أخيرا يسجل ماركوفيتش، يسجل أولى أهداف ليفربول هنا بعد انطلاق، تدخل بشكل ممتاز في اللقطة الأخيرة، الكرة عرضية تايمينج اليمين، لمسة ممتازة، كرة داخل المنطقة والمدافع، تغييرات سيد يورجن كلوب، الكرة الأخيرة جاءت من طبعا رافائيل كام، يحاول نابي كايتا، يطلب الكرة داخل منطقة الجزاء، وصلت سهلة إلى مارتن، مرة عدى إلى روبرتسون، يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، استلام خير التشكيلة، نابي كايتا يلعبها إلى دانييل، أخيرا ستوريج يظهر، أخيرا يظهر ويسجل ويتقدم بالثاني لمصلحة ليفربول، تمريرة رائعة من نابي كايتا ونهاية أروع جاءت من دانييل ستوريج، عفوة دفاعية، شوف نابي كايتا في الاستخلاص، نابي كايتا يحاول أمام منطقة الجزاء، هياها إلى نابي كايتا لكن كرة كايتا بعيدة، جاءت بعيدة.